هي الكلمة الموقف تلك التي حاول هذا الجمع إرسالها قبيل انطلاق محاكمة أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان. اجتمعوا تحت لواء منتدى البحرين من دول عربية مختلفة تحت عنوان أن المحاكمة هي محاكمة لحرية العمل السياسي. أردنا أن نقول أيضا أن هناك غطاء عربي لهذه الشخصية في هذا الحضور اليوم. هناك لفيف من الدول العربية، وهؤلاء بالتأكيد يعني أكثرهم قانونيون أبدوا استعدادهم للدفاع عن سماحة الشيخ. هي محاكمة غير عادلة، هي محاكمة سيندم عليها من سيحاكم الشيخ، لأنها بالنهاية عم بحاكمه عنصر محبوب، عنصر جماهيري يبحث عن مصلحة البحرين ويصلح عن شعب البحرين. انطلق هؤلاء من القانون والسياسة لتفريد الاتهام. أخذ القانونيون منهم من القانون مواده، فلم يجدوا فيها ما يبرر المضي بالمحاكمة، لا بل وجدوها محاكمة إعلامية وإعلانية وليست قضائية. والسياسيون لم يروا فيما يجري إلا إصرارا على إقصاء الحل السياسي الذي يمثل الشيخ سلمان قمة الهرم للبداية فيه. إنما هيحصل هو جريمة بحق حقوق الإنسان، قانون الدولة حقوق الإنسان، وخصوصا فيما يتعلق بالاعتقال وتوصيفه اعتقال سياسي واعتقال تعسفي بالنهاية. وطبعا هو يشكل جريمة تعذيب ويشكل جريمة بحق الشعب البحريني بدون أدنى شك. لقاء التضامن هذا هو أكبر رسالة للسلطات البحرينية، من المجتمع المدني والمنظمات العالمية والمنظمات الدولية كلها تقف إلى جنب الشعب البحريني. ستطلق هذه الصرخة من بيروت جهدا أوسع سيقوده منتدى البحرين على مستوى عربي. فالقانون البحريني الذي يمنع أن يمثل للدفاع من هو غير بحريني سيسانده المنتدى بفريق قانوني عربي يفند الاتهامات الباطلة أصلا ضد الشيخ سلمان. على النظام يسمع. هو امتحان ذاك الذي سيخوضه القضاء في البحرين بلا شك. سقط النظام السياسي في أتون حرية التعبير والرأي، فهل سيلحق به القضاء؟ الخريطة تلك التي سيرسمها القضاء في البحرين بلا شك مطلقا عبر محاكمة الشيخ سلمان الصورة الكاملة للعدالة في البحرين من عدمها. فاطمة عواضة. بل وجدوها محاكمة إعلامية وإعلانية وليست قضائية، والسياسيون لم يروا فيما يجري إلا إصرارا على إقصاء الحل السياسي الذي يمثل الشيخ سلمان قمة الهرم للبداية فيه. إنما هيحصل هو جريمة بحق حقوق الإنسان، قانون الدولة حقوق الإنسان، وخصوصا فيما يتعلق بالاعتقال وتوصيفه اعتقال سياسي واعتقال تعسفي بالنهاية. وطبعا هو يشكل جريمة تعذيب ويشكل جريمة بحق الشعب البحريني بدون أدنى شك. لقاء التضامن هذا هو أكبر رسالة للسلطات البحرينية، من المجتمع المدني والمنظمات العالمية والمنظمات الدولية كلها تقف إلى جنب الشعب البحريني. ستطلق هذه الصرخة من بيروت جهدا أوسع سيقوده منتدى البحرين على مستوى عربي. فالقانون البحريني الذي يمنع أن يمثل للدفاع من هو غير بحريني سيسانده المنتدى بفريق قانوني عربي يفند الاتهامات الباطلة أصلا ضد الشيخ سلمان. على النظام يسمع. هو امتحان ذاك الذي سيخوضه القضاء في البحرين بلا شك. سقط النظام السياسي في أتون حرية التعبير والرأي، فهل سيلحق به القضاء؟ الخريطة تلك التي سيرسمها القضاء في البحرين بلا شك مطلقا عبر محاكمة الشيخ سلمان الصورة الكاملة للعدالة في البحرين.